أعلن رئيس منظمة الشاهد محمد الأوسط العياري عن قانون علمي جديد لتحديد رؤية هلال رمضان المعظم، قانون ضوئي سيمكن العلماء من الإعداد للمستقبل وإخراج رزنامة واضحة. العياري مخترع الشاهد، المنظومة المتكاملة التي تسمح لأي شخص في العالم أن يوثق رؤيته للهلال لتحديد بدء شهر رمضان وسائر الأشهر القمرية، قدم إنجازه الجديد في ندوة علمية دولية نظمتها وزارة الشؤون الدينية بمشاركة منظمة الشاهد. ممثلون عن الدبلوماسية الأجنبية بتونس ومفتي الجمهورية التونسية ومشائخ وعلماء وأئمة إلى جانب أعضاء ومختصين من عدة دول حضروا الندوة العلمية الدولية حول القانون الجديد لرؤية الهلال. تأتي هذه الندوة ونحن قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان حتى نعلم أو نتعرف إلى أين وصلت منظومة الشاهد العالمية في خصوص توحيد الرؤية بالنسبة إلى هلال الأشهر القمرية بصورة عامة وهلال شهر رمضان بصورة خاصة. لو إن شاء الله يكون في اتفاق بين الجهات الدينية المشرعة وبين العلماء حيث تحديد خروج هلال الشهر العربي في كل مكان من الأرض. محمد الأوسط العياري الخبير المستشار في علوم الفضاء والفلك قام بتقديم عرض علمي تفصيلي بين فيه النتائج التي تم التوصل إليها لضبط القوانين العلمية المحددة لرؤية الهلال قصد تحقيق هدفين يتمثلان في رصد هلال شهر رمضان وتحديد موقعه بكل دقة وتوثيقه سعيا لتوحيد العالم الإسلامي والخروج به من الاختلافات المتكررة حول موعد رمضان والأعياد والمواسم الدينية. دينا الشغل والحمد لله يعني توصلنا أنه أجمنا نقيمه ونقدره الضوء الهلال ونحسبوه وخرجنا قانون يعطينا بالضبط وقتاش الهلال يظهر، والقانون هذا ربطناه بالمفاهيم الفلكية والحسابات الفلكية بطريقة جديدة. القانون العلمي الجديد لتحديد رؤية الهلال يعد جوابا للمعنيين بالمسائل الشرعية، وهو مبادرة ينتظر منها تبديد الحيرة الناتجة عن الادعاءات الخاطئة في رؤية الهلال، ستعطي دفعا جديدا للدول الإسلامية في عالم الفلك في مختلف أنحاء